اللي يوجد في هذا الصندوق. بس اول شيء خلينا نشوف الفايز بعدين نفتح. دب دب الله يحمد ان هذا لبيه. خذي مايك. عندها مشاركه. طيب نقول ألف ألف تريليون مبروك للفائز بمبلغ. لحظة شو صار بالمبلغ؟ لحظة انت سحبت. إيه انت الفائز ها انت سحبت. إيه اسمه الحين موجود في رأس. عادل عادل لا والله تصرح. لا تصرح. بمبلغ رمزي مقدم مني أنا شخصيا عشان أكون صادق، مني أنا شخصيا نيابة عنكم جميعا. استاهل. ممتاز. مطلق وسرير. لي من أتى بالإجابة الصحيحة والفائز هو أم الإجابة؟ أو نقول الإجابة للفائز. أو الفائز هي أمنية والإجابة تليفون. الله ما شاء الله. ألو ألو بابا فين؟ بابا هنا هنا مين؟ قوله عم وعمه مين؟ قول من بيكلمه. ألف مبروك للأخت أمنية، راح نتواصل إن شاء الله معك بعد الحلقة بإذن الله. ألف مبروك، شكرا لكل من غرد في التاج، شكرا لكل من شارك، شكرا لكل من جاوب ولم يحالفه الحظ. قبل لا أختم معكم مهند حبي يقول شيء. الله يطول أعماركم يا جماعة الخير. أنت شفت يعني الفشل الذريع اللي كان فيه عادل اليوم، ما شاء الله تبارك الله.